السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير. إن شاء الله النهاردة معانا بانل 18 واط داخل فاصل معانا، هنشوف إزاي نصلحه بطريقة سهلة جدا. طبعا فاصل خالص مش شغال معانا، طبعا معانا مسامير هنفكها، معانا الكليبس او المشبك فكه سهل زي ما احنا شايفين، هنفك المسامير 2 4 6 مسامير، طبعا بعد ما فكنا المسامير هنخلع الغطا خارج زي ما احنا شايفين، والسلك بخش في مجرى، وياريت نعلم مكان السلك اسهل في التكفيل اللي بيقفل. طبعا شلنا العاكس والجزازة لازم تتشال، وهنشوف مع بعض الشبانات ولا البنالات راكب ازاي. طبعا داخل لزج او محطوط لزج، هنخلع هنشد بالراحة هتلاقيه طالع معانا بكل سهولة، طبعا معانا الجديد لبانل جديد، هنلحم فيه سلك الدرايفر الموجب والسالب، نتأكد هنمشي نلزق بالروحة شريط الليد، ونحاسب على الشبانات عشان لو واحدة لو خلعت الليد كله هيفصل. طبعا ده الليد القديم هو فيه لزق، هنلزق وهنبدأ نجمع، هنحط الجزازة وبنروح نشتغل بالروحة على أساس الشبانات نخاف لا يجرالها حاجة. هنحط العاكس، طبعا في مجرى للمشابك الخاصة بالبانل، هنوفق نفسنا ونروح جايين داخلينها مدخلينها، وندخل السلك بتاعنا طبعا في المجرى زي ما احنا قلنا ليه عدلية محددة، نزل في المجرى نربط مسامرنا، وهنيجي نجرب البانل بعد التكفيل. البانل شغال معانا تمام، مفيش اي مشكلة. لا تنسوا الدعم والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وانتم بخير.